يا عمري شوفي الحاجه جات هادي الحاجه اللي قلت لكم الصباح هي تقول لي ارواحي نبوسك سمحوا لي جيت هكذا ارواحي ما شاء الله هذا هو المباشر هذا هو واش راك نسلم على بنيتي برك نحب يا عمري ربي يحفظك كي نشوفكم نفرح ربي يحفظك واش راكي يلا خليك تسلمي على كريمه هاتي انا جبت لك ميكرو شراكي مرحبا بك معانا ويعطيكم الصحه قلت ما حبيتش نخليها في الشميسه كنت تقولي لي رواحي رواحي وانا نسلم عليك برك ونروح يا عمري تعيشي واش راكي هاكي مليحه والله الحمد لله سنوين جينا لانجي مال فين نروحوا منينك انت جينا من فرنسا الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وصافا راهو عاجبكم الحال هنا كنت قالت لي لاني بروشين نوليو جو هنا هاي خلاص الشروق نعاودوا نولوا هنا على جالهم باش نتلاقاو بهم يرعم والدك ما تروحيش يديك فارغه لازم نعطيك حاجه تاكل تاع البر لا 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 لازم تذوقي لازم تذوقي نسلموا عليهم برك ونروحوا ربي يحفظك شوفي انا نعطيك هذا الله الله وعلى السخانه اللي قعدتي فيها نزيد لك ثاني جوج يرحم والدك والدينا والديك ان شاء الله هاكي حبيبتي كولي كولي بصحتك من بعد رجعي لي الطبسي لا انا التحت معليش معليش خليهم بعد عند ليكيب يعطيك صحه وبصحتك ربي يطول في عمرك ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرحك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظك الله يعطيك الصحه وشكرا شكرا شكرا لك ربي يحفظك ويحفظ لك بنيتك ميرسي تعيشي بصحتكم بنتي ربي يحفظك طول لي جوغ لي سور شروق شوفي انا رانا في واحد لابارتمون مليحه فيها كل شيء فيها لا تيلي قلت له اخي انا ما لقيتني الشروق ني قال لي ما عندناش شروق قلت له انا واش عندكم يا بي فرونسون شي بالشروق كل يوم على الشروق سي انكرويابل قال لي ملي جيت ما شفتش فيلمات في التوعية تعال اتراك واش كيتبعي لا دوك هذا اللي يجي من وراكم اخواتي ميرسي مدام ربي يحفظك بصحتك يسلمك يسلمك يلا تفضلي معليش واش يديروا لك رضوان ربي يحفظك ميرسي تعيشي بطول في عمرك ان شاء الله هذا هو المباشر وهذا هو الجمهور الو شفتهم السيده من فرنسا ومسكينه من الصباح راهي قابلتني بشميسه تقول لي خرجي وكانوا اتصالات ما قدرتش نخرج تحيه كبيره ليها وتحيه كبيره كبيره لكل جاليه جزائريه مقيمه بالخارج